السلام عليكم، انا اسمي بشرى وهذا اول فيديو عندي في القناة. واليوم راح الون هذه الرسمة. هي رسمة سهلة وخفيفة لان هذه اول فيديو، وراح طبعا سكر عيوني بهذا واختار 3 ألوان من هذول وانا مغمضة، وراح اغمض بس اول تو بختار ثلاثة. اما هذا اللونين عاد ما اعرف ايش، وهذا اللون. طلع الوان مو واجد حلوة، يعني هي حلوة لكن ما حلوة على الورد، يعني حلوة. طلع لي بنفسجي واسود وتقريبا ازرق خامق او كحلي، يعني بلون البنفسجي بالشو اسمه البنفسجي بلونه هنا في النص. ايوه هنا، ايوه في النص. وراح ابدا واخيرا خلصت. هذه الرسمة طلعت، بس يعني هذه الرسمة انا ما عجبتني لون الاسود والازرق، يعني صراحة عجبني البنفسجي، لكن يعني اذا بدل البنفسجي كنت اريد الاحمر والهذا اللون الاحمر والاصفر، لكن عادي يعني. و يعني الوان ما واجد ماتشين، يعني ما نفس الشيء، لكن عادي. أشوفكم في الفيديو الثاني. مع السلامة.